سميتي نجاة، بغينا نمشيو لسيدي بنور. حنا دابا ساكنين في الجيده، بغينا نمشيو لديورنا سيدي بنور. كنلقاو المحطات الكيران ما كاينينش، ملي كيجي كار واحد كيطلب 27 بلاصه وكيقول لنا 50 درهم. 50 درهم جاتنا بزاف، بالنسبه كاين طالبات، كاين ناس ما عندهمش، ما يمكنش يمشيو ب 50 درهم. الطاكسيات كيقولوا لنا ثلاثه البلايص، ما عرفش حنا مازال وصلناش على الطاكسيات باش نعرفوا التاثمنه ديالهم تما، وباينه غيكون اكثر من الكيران. يعني استغلوا هذا الوضع، نورمالمون هما عطاوهم هذيك 27 بلاصه باش غير الوقايه، ماشي باش يستغلوا الاوضاع باش يزيدوا علينا، باش راه بزاف حشومه هذا الشيء. اخويا فهمتي، دابا الثمن ضعف على المواطن، فهمتي؟ حنا بحال دابا كنا كنمشيو من مولاي عبد الله الجديده كنجيو ب 100 دريال، يعني ولاو تنمشيو ب 10 دراهم دابا. الطاكسي صغير بحال هكاك عاوتاني، واخا هكاك يعني بقى في الثمن ديالو مناسب، فهمتي؟ عادي. اما الطاكسيات الكبيره الدراري ديال وليديا كانوا كيمشيو ب 600 ولا كيمشيو ب 60 درهم. يعني الثمن ضعف دابا على المواطن ماشي على الشيفو. الكيران بالنسبه للكيران تما بحال هكاك، يعني الثمن دوبلو. اما اغلبيه دابا فهمتي يعني المواطن فهمتي هو اللي يتضرر بزاف، فهمتي؟ يعني هذا الوباء واخا يعني من واحد الجهه انسان مزيانه، ومن جهه اخرى كتبقى فهمتي صعيبه شويه على الدرويش، يعني الانسان الفقير وكذا هذه صعيبه عليه شويه. الاسم ديالي خديجه، المشكل كيف ما قالت الصديقه ديالي هو المشكل الترونسبور، يعني البري كان 20 درهم دابا ولا 50 درهم، وحنا غير طالبات كيف ما قالت، والمشكل ديال الطاكسي حتى هو كيقول لك غنديو ثلاثه البلايص والثمن ديالك مضاعف. يعني مثلا كنمشيو حنا ب 50 درهم غتولي 100 درهم، والطاكسي ولات من والكار من 20 درهم ل 50 درهم، وكاين غير كار واحد. استغلال كثير، سير كيستغلوه في الطلبه وفي الناس بزاف.